كنا نذكر كانت قصة تمر في بعض المجالس لامرأة من النساء هي أم الإمام أبي اليزيد البسطامي رحمه الله، وكان يتيما قامت تربيه أمه على محبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لما بدأ يدخل إلى سن البلوغ، وسن البلوغ يبدأ فيه خاطر الالتفات إلى الجوانب التي هي تلي جانب الطعام والشراب واللباس من أمور تطلبها النفس، هوى النفس من شهوة أو محبة، فلا يستطيع الإنسان أن يروض جانب الشهوة والمحبة في نفس الإنسان إذا دخل هذا السن بمجرد الالتزامات الحركية الصورية، قم اجلس صلي صم البس اقرأ قل احفظ افعل، هذا لا يكفي لملء جوانح الإنسان إذا دخل هذا السن. إذا دخل الولد هذا السن فهو يحتاج إلى شغل قلبه وروحه بجانب معنوي يتعلق به شان التفاتات نفسه، فتنشغل النفس بشيء راقي تخمد أنوار هذا الشيء الراقي ظلم نيران الشهوة التي تتأجج في نفس الإنسان. قالت له لما بلغ الحلم ودخل حيز التكليف وقال لها يا أمه الآن بلغت مبلغ الرجال، قالت يا بني هل رأيت نبيك؟ قال يا أمه كيف أرى نبي وقد مات؟ قالت لا تقول هكذا يا بني، فليس من الأدب أن تخاطب نبيك بهذا، نبيك موته حياة فهو حي في قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أراه يا أمه؟ قالت هو الذي شوقك إلى رؤيته وذكرت له أحاديث الرؤية. قال فكيف أصل إلى ذلك يا أمه؟ قالت له أكثر من الصلاة والسلام عليه وعظم سنته، التعظيم لسنته والتعلق بحضرته والخدمة لأمته، أربع خصال: كثرة الصلاة والسلام عليه والتعلق بحضرته والتعظيم لسنته والخدمة لأمته. فأقبل الولد بشغف حرصه على أن يثبت بأنه رجل. ما يحصل اليوم من صخب يحدثه شبابنا اليوم في الشوارع وفي الأماكن، ومن استهتار ومن تضييع وإهدار لأوقاتهم ولحياتهم ولمبادئهم ولأخلاقهم ولسمتهم ولوقارهم، ومن لهثهم خلف شهواتهم أشبه بالبهائم، إنما هو بسبب فراغ قلوبهم عن معنى الارتباط الراقي هذا. لو امتلأت قلوب شبابنا وشاباتنا بتعلق بحضرة الحبيب تعلق حب له وشغف به وطلب للقرب من حضرته لكان في ذلك ما يشغلهم عن شؤون محاولة إثبات أن أحدهم قد صار رجلاً أو أن إحداهن قد صارت امرأة ناضجة ببعض التصرفات التي لا تليق. انظر كيف شغلت هذه الأم ولدها ليثبت بأنه رجل. قالت لن تبلغ مبلغ الرجال ولن تكون رجلا حتى ترى نبيك يا ولد. فأقبل الولد الذي قد شغف برغبة في إثبات رجولته وقد شغف محبة بنبيه، أقبل على ذلك بهمته ليل نهار. فأصبح يوما وهو مسرور وجاء لأمه وقال يا أماه قد صرت رجلا الآن. قالت وماذا؟ قال رأيت رسول الله البارحة. قالت يا بني أفي اليقظة أم في المنام؟ أفي اليقظة أم في المنام؟ قال وهل يرى في اليقظة يا أماه؟ قالت يا بني أوما سمعت قوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة وإن الشيطان لا يتمثل بي. وقد ألف الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله رسالة في إثبات رؤية النبي في اليقظة سماها تنوير الحلك بجواز رؤية النبي والملك، وأفرد لها الإمام النبهاني رحمه الله في كتاب سعادة الدارين فصلا شافيا وافيا في إثبات أدلتها. قالت له نعم يا ولدي يرى في اليقظة. قال لها يا أماه وكيف أراه في اليقظة؟ قالت ثابر بالأربع الخصال التي رأيته بسببها في المنام.
فأقبل الولد بهمة وحرقة يبكي ويتجو وتوجه ويتبرع، فأصبح ذات يوم ووجهه مضيء وكأنه قطعة قمر. وأقبل على أمه وقال: يا أمه. قالت: نعم يا ولدي. قال: الآن صار ابنك معدودا في الرجال. قالت: وكيف يا ولدي؟ قال: اجتمعت برسول الله البارحة في اليقظة. قالت: يا بني في اليقظة. قال: يا أماه في اليقظة. قالت: يا بني في اليقظة. قال: يا أماه في اليقظة. قالت: الآن يا بني وضعت قدمك على أول طريق الرجولة.